الحقيقة شيء مؤسف هذا، يعني راح يكون هون مستوطنة وعم بحوطوا البلد في مستوطنات، فالأفضل لو هون يبنوا إنا لشباب بالصفافة اللي ما فيش عندهم إسكان بالمرة، يعني شيء لا يصدق اللي بصير. This is having a major impact on the villagers in Beit Safafa, but it also has a major geopolitical impact on the ability of creating a border that will link the West Bank to East Jerusalem, Bethlehem, and its sister city of East Jerusalem. This is part of a broader pattern of sealing East Jerusalem from Bethlehem. اليوم كل شاب في جيل جديد بتطلع على القرية ما عنده أمل أنه يستقر في هاي القرية، فهي ضغوطات من المستوطن من أجل الرحيل إلى خارج القرية. نقول كمخاتير وكوجهاء في هذه البلد القرية أنه إحنا سندافع عن قريتنا بكل ثمن بكل الإمكانيات.